بات الفنان الشاب نور النبوي نجل الفنان خالد النبوي على موعد من البطولة المطلقة بالسينما لأول مرة بمسيرته، وذلك من خلال فيلمه الجديد الحريفة واللي بتدور قصته بعالم كرة القدم، وبيشارك بجانبه عدد من النجوم الشباب مثل خالد الذهبي ونور إيهاب، بالإضافة إلى فراس سعيد وعدد من ضيوف الشرف. ومن المقرر عرض الفيلم بصيف 2023. وتأتي هذه الخطوة بمسيرة نور النبوي الفنية بعد خطفه الأنظار بأدواره الفنية السابقة، وبعد فترة وجيزة من صعوده واللي كان بعام 2021 من خلال مشاركته بدور بمسلسل الاختيار، قبل ما يحصل على دور أكبر بمسلسل راجعين يا هوى مع والده خالد النبوي بموسم رمضان الماضي، وقبل ما يعلن عن بطولته الأولى بالسينما بفيلم الحريفة. تستعد أيضاً الفنانة أنجي المقدم لخوض أول تجربة لها بالبطولة المطلقة بالسينما بعد عدة أدوار متميزة لها بالدراما بالسنوات الأخيرة، وأعلنت عن فيلمها الجديد كاملة واللي بدأت تصويره بالفترة الأخيرة بنهاية العام الماضي، وهو من بطولتها المطلقة وبتدور قصته حول شخصيتها بالفيلم واللي تدعى كاملة، وهي طبيبة نفسية تستقبل عدة حالات نفسية بالعيادة الخاصة فيها، وتعرض عدة حكايات حولها وعن حياتها وعن الحالات اللي بتستقبلها. ومن المتوقع عرض الفيلم أيضاً بعام 2023. رغم حصول الفنانة هنا الزاهد على دور البطولة المطلقة بالدراما من قبل بعدة مسلسلات ومنها مسلسل حلوة الدنيا سكر العام الماضي، إلا أنها لم تخض تلك التجربة بالسينما واكتفت بمشاركة عدد من النجوم دور البطولة ومنهم الفنان تامر حسني بفيلم بحبك العام الماضي، إلا أنها كشفت مؤخراً عن تعاقدها مع المنتج أحمد السبكي على تقديم فيلم من بطولتها المطلقة، ويجري الاستعداد للفيلم بالفترة الحالية مع المخرج أحمد عبد الوهاب، وما كشفت تفاصيل جديدة عنه لحد هلأ. اعتاد الفنان محمد فراج على تقديم بطولات جماعية ومشتركة بالدراما بالسنوات الأخيرة، ومنها مسلسل غرفة 207 مع ريهام عبد الغفور وغيره، وسبق لإله وأنه قدم دور البطولة المطلقة بالسينما من خلال فيلم القشاش، إلا أنه عم يستعد بعام 2023 لخوض دور البطولة المطلقة بالدراما لأول مرة من خلال مسلسل بطن الحوت، وهو عمل مكون من 15 حلقة ورح يعرض بموسم رمضان، ورح يشارك فيه عدد من النجوم مثل باسم سمرة وبسمة وغيرهم. بيشهد عام 2023 عدة تغيرات بأدوار البطولة بالسينما والتلفزيون، وعلى رأسها عودة عدد من النجوم لأدوار البطولة المطلقة، وعلى رأسهم الفنانة ياسمين صبري واللي أعلنت عن فيلم من بطولتها وبتعود فيه بعد غياب بعام 2023، وقالت أنه رح يكون فيلم كوميدي ويعتبر أول بطولة من فردة لها بالسينما بعد تجربتها البطولة المطلقة بدراما بعدة مسلسلات. نفس الأمر للفنانة روبي واللي تقدم دور البطولة المطلقة بمسلسل حضرة العمدة بموسم رمضان 2023، وذلك بعد تقاسمها أدوار البطولة مع عدد من النجوم بأعمالها الدرامية السابقة، ومنها مسلسل رمضان كريم ورانيا وسكينة وغيرها، وبيشارك بالمسلسل عدد من النجوم ومنهم سميحة أيوب وبسمة ومحمود عبد الغني وغيرهم.